كشف الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عزت أبو عوف، ووصفها بالحرجة جدا، مشيرا إلى أنه يرقد في قسم العناية المركزة في إحدى المستشفيات. وأوضح الناقد طارق الشناوي أن الفنان عزت أبو عوف ما زال متواجد داخل قسم العناية المركزة، وتحدث قائلا أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يدخل فيها المستشفى. وعن زوار الفنان عزت أبو عوف في المستشفى من الوسط الفني، أوضح أن نقابة المهن التمثيلية زارت الفنان للاطمئنان على صحته. الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر بصفتهم النقابية، واسترد قائلا: لا أدري إذا كان بعض الفنانين قد ذهبوا للاطمئنان عليه أم لا. وأكد الناقد طارق الشناوي أن وزارة الثقافة تدخلت لمساعدة الفنان في تكاليف علاجه، كما أن النقابة تدعمه وتسانده. وكان الفنان عزت أبو عوف البالغ من العمر 70 عام قد ظهر مؤخرا في إحدى الإعلانات التلفزيونية خلال شهر رمضان، وكانت آخر أعماله مسلسل الأب الروحي. ودي كانت لقطتنا عن الفنان عزت أبو عوف وتدهور حالته الصحية اللي كلنا بنتمنى له الشفاء. لو أول مرة بتشوفوا القناة يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بشكركم للمتابعة.